السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم وهو: البعض يقول أن حلمي لن يتحقق. بلى، الحلم يتحقق بكل إصرار وبكل إرادة، ستحقق أي شيء. سيخدمك الكون بعبادة الله وبالإصرار والعزيمة، ستحقق كل شيء. نعم، عندما يكون إيمانك قوي ويقينك بالله قوي، ستحقق كل شيء. عندما تقول لشيء كن سيكون، لأن الله يسخر لك الكون ويسخر لك العبادة ليخدموك. نعم، يسخر لك الكون الله وليس البشر. لهذا يجب عليك أن تتعلق بالله، لا تتعلق بالبشر، لأن الله من يحقق لك أحلامك وأهدافك وليس البشر. لا تقولي ولا تقل أن البشر سيحقق لي أو سيساعدني أو سيساندني أو سيحفزني. لا، ثم لا. إن لم تساند نفسك بنفسك فلا تنتظر من الآخر المساندة. إن لم تحفز نفسك بنفسك فلا تنتظر التحفيز من الآخر. كن واثقا من نفسك واملأ قلبك بالله. عندما تكون مع الله سترى المعجزات، فكن مع الله ولا تبالي. كن مع الله ستحقق جميع أحلامك. كن مع الله ستحقق جميع أهدافك. كن مع الله سترى الكون كله يخدمك. نعم، الكون يخدمك. إن الله يريك عجائب قدرته عندما تكون معه، لا تكون مع غيره. عندما تكون مع غيره الله يغار من محبة الغير. لهذا أحبب الله وثق في الله، ويكون عندك حسن الظن بالله، وسترى عجائب قدرته. أقول لكم هذا من عصارة تجاربي، والله ثم والله إن الله يسخر العباد، والله ثم والله إن الله يحقق الأهداف ويرزقك من حيث لا تحتسب. نعم، يرزقك من حيث لا تحتسب. فكن مع الله ولا تبالي، سترى العجائب والغرائب. لهذا فلنثق في الله ونحسن الظن به، وسنحقق جميع أحلامنا، وسنحقق كل أهدافنا بالإصرار والعزيمة والإرادة. سنصل إلى كل المبتغيات، سنصل إلى النجاح الأكبر. فكونوا مع الله ولا تبالوا، كونوا مع الله تروا عجائب قدرته في الكون. نعم، يسخر لكم الكون، وهذا بصدق وليس كلام من أجل كلام. إنها الحقيقة التي لا غبار عليها. فكونوا مع الله ولا تبالوا لتحققوا أهدافكم وتحققوا أحلامكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمتم في حفظ الله. تحياتي بلا ضفاف، أحبكم في الله.